السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. تمكنت لاعبات منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للسيدات من الفوز على المنتخب القطري الشقيق بثلاثة أشواط دون مقابل، لتحقق بذلك فتيات الأحمر فوزهن الأول في البطولة الخليجية الثالثة للسيدات للكرة الطائرة، والتي تستضيفها المملكة حتى 16 من شهر نوفمبر الجاري على صالة اتحاد اللعبة بمدينة عيسى الرياضية. يكسب الأحمر البحريني يكسب أنا أهنئ اللاعبات والجهاز الفني والإداري في منتخب البنات في هذه البطولة. أعتقد المباراة الافتتاحية تعتبر مهمة جدا للفريق، وأعتقد أنها هي إن شاء الله بتكون انطلاقة لتحقيق إنجاز يكتب لمنتخب البنات في هذه البطولة. احنا في البطولات السابقة حققنا مستويات مختلفة، ولكن لهالبطولة إن شاء الله ناويين أن نحقق إنجاز أفضل ويكون مركز أفضل من المسابقات اللي طافت. أتمنى أنهم يحققون البطولة طبعا، والشيخ علي حفزهم وقال احنا نتمنى منكم، لكن في نفس الوقت ما نبي نضغطهم. اللاعبات اليوم أدوا مباراة حلوة، ونتمنى منهم بكرة أنهم يواصلون على نفس المستوى، وأهم شيء التركيز وأنهم يعني العزم أنهم يحققون الفوز. والله المنتخب القطري طبعا هاي العناصر اللي لعب فيهم مو عناصر، في لاعبين ما وصلوا وكان عندهم امتحانات أو ظروف. فزنا بهاي المباراة، وطبعا ما حققنا البطولة من قبل، ونتمنى أن نحققها إن شاء الله في البطولة الثالثة للفتيات. هاي أول مباراة لنا، وكل مباراة احنا عندنا مهمة، وهذه المباراة كانت ادفانتج حق المباريات الجاية، وإن شاء الله مثل ما فزنا اليوم نفوز المباريات الجاية وناخذ البطولة إن شاء الله يا رب. من جانبه سجل المنتخب الإماراتي المدافع عن لقبه الخليجي بداية إيجابية في أولى مبارياته بالبطولة، حيث تفوق على المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل، وستواجه الإمارات المباراة المقبلة المنتخب العماني ضمن الجولة الثانية من البطولة. هذا اللقاء وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله. غادرت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ظهر اليوم متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج 22، حيث ترأس البعثة سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس اتحاد الكرة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة رفقة المدرب العراقي عدنان حمد، إلى جانب 23 لاعبا ضمتهم القائمة النهائية، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري.